مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. نعتذروا على التأخير، لكن هذه المرة من أبو راي من إقليم الحاجب بالضبط، مع هاد السيدة اللي كنشوفوا قدامنا اللي أصابتهم يعني واحد الفاجعة اللي ألمت بهاد العائلة اللي حنا اليوم في البيت ديالهم. اليوم حنا مع الزوجة الأم ديال الأربعة ديال الوليدات، وكذلك الأم المكلومة اللي قدامنا، وكذلك أفراد من العائلة. هي الأخت ديال سعيد الله يرحمه، سعيد شاب اللي عنده 39 سنة اللي أصاب يعني اللي وقعت لي حادثة سير بسبب واحد يعني جا فيه واحد تريبورتور، حادثة يعني كما كنقولوا حادثة مميتة أودت بالحياة ديالو في الـ في الـ في البلاصة ياك أختي، مات في البلاصة. إن لله وإنا إليه راجعون. كما كتشوفوا معنا فالزوجة ها هي قدامنا، الأم كذلك بقى يعني مسكينة مصدومة، الله اللي عالم بها. غادي ناخذوا يعني التفاصيل ديال هذه الحادثة وشنو وقع بالضبط مع من عند الزوجة وكذلك من عند أفراد ديال العائلة ديالو والجيران. اختي البركة في راسك أولا، معنا على المباشر أنت الآن على قناة شوف تي في، شنو وقع بالضبط لسعيد أختي؟ اخويا سعيد جاي من خدمته مسكين وطرد له الموتور. الميكرو عندك شويه عاد الميكرو وضري بالزيت وطرد له الموتور وضربه وقتلو في البلاصه. نعتذر مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في على هذا الانقطاع خارج عن الاراده ديالنا بسبب ضعف الشبكه اللي هنا، يعني احنا بمنطقه اكوراي احد يعني المراكز او المراكز الحضريه هنا المجاوره لمدينه الحاجب والتابعه اقليميا او ترابيا لاقليم الحاجب. كملي لنا اختي، خرج خرج مسكين مشى لخدمته، منين جاي مسكين باش يقطع باش يجي لدارو ضربوا الموتور. ضربوا الموتور حد البلاصه، ما مات في البلاصه صافي، مات في البلاصه. جات لابيلانس هزاتو داتو، منين مشى منين دفن مسكين، جا داك السيد داوه يومين ثلاث ايام داز هنايا في لابريكات، هبطوه خرجوه. انا تنطلب بحق ديال ولادي. عندي اربعه، واحد عنده عام ونص، وحده عندها سبع سنين، وواحد عنده وليد عنده سبع سنين. عاد شويه عليك اختي، حنا عارفينك باقي يعني في العوان. والبنيه عندها 9 سنين والبنيه عندها 14 عام. الله يخليهم. ولي وراجلي هو اللي خدام عليا، ما تنخرج ما تن هو اللي تيجيب لي الصخره للدار، ما تن ما عارفه فين نخرج ولا نجي ولا هو اللي تيجيب مسكين كلشي من برا، هو اللي هزنا لا انا ولا امو ولا ولادي. سمعتي انا هاد الناس ما عرفتش، انا ضيعوني ما عرفتش كاع اش ندير. سمعتي وراجلي زوين مع الجيران وزوين مع الناس، ما كاينش زعما ديال هذا كلشي تيشكروا الناس بقى فيهم، وهاد الناس ضيعوه. مشى السيد مشى يومين خرج، ما قلش كاع يومين وخرج. انا تنطالب بالحق ديال ولادي، وتنطالب مع سيدنا يوقف معايا. الله يصبرك اختي، هادي اللي غادي نقول لك، الله يصبرك. وراجلي كنعتذروا مرة أخرى مشاهدينا على كيتقطع وي أختي نوال، كيتقطع لأنه ما كاينش عندنا الريزو هنايا فضعف الشبكة. كنتمناو أنه يتعالج هذا الأمر. نكملوا معاك أختي، كما قلنا الله يصبرك أختي. لا إله إلا الله، مشى مسكين. تنطالب انا بالحق ديال ولادي، وتنطالب لسيدنا يشوف هذا الشيء. ما عرفتش انا هذا القانون اللي ولا دابا. نعم، غادي نسمعوا الام كذلك. البركه في راسك مشى معاك بس ومازال غنرجعوا عندك. نسمعوا الام كذلك. المهم انت خذي الميكرو من عندها، خذي الميكرو. يعني كيفاش استقبلتي الخبر، وكيفاش يعني كتسناي ولدك جاي مشى؟ عاودي لنا هذاك النهار كيفاش داز. انا قاعده وليدي تندير الدوازده، قالوا لي نوضي ولدك مات. تنقول لهم لا غير دابا خرج. ما ماتش ولدي. قال لك لا سعيد مات، جاني شي واحد من الدوار من هنا. مشيت لقيت لابيلانس هزاتو، تانت بحال تنجري لقيت مسعك لابيلانس، وتبعوني تا جيراني ها هما معايا دابا، تبعوني تيتسابقوا يلا قالوا شكون قتلوا، قالوا مول الموتور. صافي هزاتو لابيلانس وليت انا للدار. صافي دا ولدي مشى، تبعو خوتي وتبعتو مرتو، هو انا ما لقيت فين نمشي ولا فين نجي. هو اللي عندك في الوليدات؟ غير هو في الحاله المدني، غير هو وبنتي هذه واحد البنت اخرى، بنيه وليد، وهذيك الاخرى ماشي من باه، ديك الاخرى مزوجه عندي راجل اخر مزوجه، وهذه اللي ما مزوجاش تخدم على ولدها.
جيبي لي بنتي نشرب قلبي تحرك، جيبي لي انا دي جيبي لي نشرب قلبي تحرك. الله يا ربي الله كنعتذروا دائما كنعتذروا اخواني كنعتذروا على هذا المشكل اللي واقع لنا في يعني في البث. كيف كملي لنا الوالده؟ مشى مسكين ضربوه ما ولا نشوفوا الصوره ديال السعيد. ها هو مشوطه، ها هو انا مزوينات ولدي ما نولدوا ما نعاودوا. مشى لي ولدي قاضي حبيبي قاضي، ها هو مشى لي ولدي. فشاب في مقتبل العمر ما ينساش السعيد ضيقات القبور. انا ربي بغاه، ربي بغاه، ربي بغاه، ربي بغاه، ربي بغاه. الان فالمهمه ديالكم هي انتم يعني هذه من غير يعني هذا الشيء اللي غادي ندويو عليه. فالوليدات فهم اختي يعني كيبقاو بقاو امانه في عنقك. كنتمناو يعني ربي يعاونك عليهم. يجيب لي وليداتي الصغيور. اي صح، ربي يعاونك عليهم وربي غادي يكون جنبك. ان شاء الله الحمد لله تيختنا كبيرة في المؤسسات ديالنا، تيختنا كبيرة في يعني راه كاين إعمال القانون، القانون فوق الجميع. هاد السيد إلا عنده الوراق ديالو، عنده التأمين ديالو، عنده المسائل، فراه الحوادث السيارة كتعرف المسطرة اللي كيبيع فيها. لا قال لك ما عندوش لاسورانس، ما عندوش قال لك لاسورانس. قالها لي لا جودان ولا جودان سعيد. قول لي راه ما عندوش سعيد لا جودان مسكين. منين مشيت طلعت عند السيد عطاني هذا قال لي راه ما عندوش لاسورانس. منين مشيت طلعت عند شديت هذاك الشيء ديال لاكارد حقاش هو الدوسي ديالو. حقاش هذاك الدوسي ديالو هو جا عند هذاك السيد قال لي راه ما عندوش لاسورانس هذا الموتور اللي ضرب راجل. دائما كما كتابعوا معنا مشاهدينا المشكل ديال الشبكه، غادي ناخذوا الاخت كذلك سعيد الله يرحمه الله يوسع عليه ضيقات القبور. اختي غادي نسولوك على يعني من بعد من يعني المسطره اللي تابعات شنو داروا مع السيد اللي دار مع الاكسيده والمسائل؟ طلقوه اخويا، راه طلقوه خارج ما كاين والو. طلقوه راه خارج اخويا ما كاين والو. السيد راه تيدور تيتسارى صحة وسلام. خويا مسكين ما الله يرحمه خلى وليداتو، خلى الوالدة، خلى مراتو. تنطلبو من سيدنا ومن صاحب الجلالة ديالنا يدير لنا شي حل. هو راه ما عندوش راسورانس، قالوا عنا المخزن وقال عنا كلشي، ما مشينا تيقولنا ما عندوش راسورانس. إيوا هادشي اللي عطل الله. دابا تنطلبو من السلطات وتنطلبو من سيدنا وقف معنا في هذا الشيء وشوف لنا هذا الشيء اللي واقع لينا. ما عندنا ما غنديروا هذا الشيء اللي قسم الله، هذا الشيء ما قدر سيدي ربي. هو راه طالقينو راه خارج، ما دوش حتى سيمانه هذا الحبس خويا. الله سيمانه باش مات خويا، دفنا نهار الجمعه اليوم الجمعه. هذا الشيء اللي عطى الله، حنا ما عندنا ما غنديروا، ده قدر الله، ما عندنا ما نديروا. الله يصبركم. انا ما كنتش ذاك النهار كنت خدامه، فاش جيت قالوا لي راه خوك مات. ما كنقول ان الناس غير تيكذبوا عليا خويا. انا غير البارح شفتو في المغرب وكيقولوا لي خوك مات، هادي راه غير يضرك دوب. هو كبر مني وغير انا ويا لي خوات شقاق من بانا ومنها، غير انا ويا. وكنا والي خدام على الوالده، كنسمح فينا الواليد صغار، وكبرنا انا وياه، كبرتنا الوالده. فاش تزوجت انا مشيت عند واحد السيد تفرقت معاه، ساكنه في واحد المحل ديالي بوحدي انا وولدي. هو كيكاري الوالده وتيصرف عليها وكلشي، وعندي الوالده عيانه فيها مسكينه داك مرض الخايب. قالك اختي انا نصرف على امي، انا نهزها انا ندير لها كلشي. ديال الوالده مسكينه فيها مرض الكونسير، تيقولك اختي ما تصدعوهاش، ما ديرولهاش هادي، ما ديرولهاش هادي. الوالده كبيره ديروا لها محاله بوحدها تبقى مرتاحه. والوالده راه هو اللي كان تيصرف عليها، وهزها وهز وليداته وهز مراته، وهادشي ما قدر الله. الله يخلي لنا سيدنا والله يرحم خويا. هادشي اللي قدر سيدي ربي، ما عندنا ما نديرو. الله يجعل البركه في سيدنا، الله يجعل البركه في سيدنا. نعم هكا خالي. معنا كذلك احد الجيران ديال سعيد واللي بغى يشهد شهاده لله. احد الجيران هو الاخ، اجي معايا خويا، اجي معايا الاخ تفضل. هذا واحد من الجيران واللي يعني عارف يعني جانب من الحادثه وكيفاش وقع. ممكن تقربنا من التفاصيل يعني الناس حنا عارفينهم مليح. سعيد انا كنعرفو بحال خويا سعيد. نعم. كنعرفو بحال خويا. ايوا كان غادي يمشي يخدم غدا، مشى يخدم الصباح. نعم. هاك جويه 12 هكاك جات الحادثه ضربو مول الموتور.
واش هاد مول الموتور واش هو غير ولد الدرب هنا ولا ولد حي لا ولد كورينيت ولد دوار حميمي ما كانش زعما شي تواصل ديال عائلته ولا الناس ديالو زعما دخلوا على الخط ولا لا عارفوا ولا كانوا ولاد البلاد ولا لا والو ما لا ما كاينش لا ما كاينش كاع ما كاينش كاع حتى ماشي مساله هي 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 عرفت انا عرفت انا باش شوفوا ديك زعما اش يتواصلوا معاه زعما تواصلوا يجوا على عائلته هي هي الموت هذا هذا مكتب مكتب واش فهمتيني؟ انا قلنا لهم قلت له انا جاو عندي قلت لهم اودي لا هذا غي ديروا لاسورانس ديالكم نتبع لكم انا نتبع لاسورانس وندير له تنازل الا بغى هذا ساعات ملي مشاو ما رجعوش كاع تطلق هو شكون جا عندك جا عندي باه ها شنو قالوا لك قال لك اودي انا ولدي راه غادي يمشي قلت له اودي انا دابا مازال فهذيك الليله اللي دفنت المرحوم اللي جا لعندي قال لك اودي انا ديري لي التنازل قلت له اودي انا غندير لك التنازل انا داك السيد ما عندي الغرض في الحبس ديالو غندير له التنازل ولكن غديروا لاسورانس حتى هما راه قالوا لك ما عندناش لاسورانس ما كايناش لاسورانس من تما ما عمر ما شفت انا السيد حتى سمعت انا السيد طلق صافي ما ولاوش ماشي ما عمر ما شفتهم اذا دابا انت باش كطالبي اختي تنطالب انا بالحق ديال ولادي وضيع لي راجلي ومشاو وطلق سمعتي وطلق علاش يطلق انا ما يطلقش هذا السيد علاش يطلق ومنين تيضربوا الناس ويقتلوهم ويطلقوا خص ديما اللي يضرب شي واحد دابا يمشي يطلق ويخليوهم ما يشدوهمش عارفين اختي لا كاين نشوفوا غير باش نفهموا كاين القانون كاين اه كاين القانون الثقه ديالنا سيدنا كاين سيدنا كاين سيدنا اه تنطالب انا بالحق ديال ولادي ما يضيعوش وما نضيعش سيدنا ما ينصرو وما نضيعش صافي ما ينصرو بلاتي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا من داخل بيت الضحيه سعيد اللي مات الله يوفيه برحمه الله ونطلبوا من الله ان القبر ديالو يكون عوض من رياض الجنه فهاد هاد 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 الشاب هذا المعيل الوحيد للعائله ديالو اب لاربعه ديال الوليدات كلهم باقيين صغار الكبير فيهم عنده 14 عام الصغير فيهم عنده عام ونص باقي كيرضع لا حول ولا قوه الا بالله الوضع الاجتماعي ديال هذه الاسره هذه يدمي القلوب والله العظيم الى الوضع الاجتماعي مزري هاد الناس المعيش ديالهم الوحيد فهو يعني ماشي رخيصه بسيدي ربي ماشي رخيصه بغاه الله وداه الله غير كتعذب الاسباب فربي اللي بغاه فكنطلبوا الله كنطلبوا يعني من الجهات المسؤوله هو يعني النظر في هذا الملف واخذ بعين الاعتبار الحاله الاجتماعيه ديال هذه الاسره هذه اللي كما سمعنا فالام ها هي الان قدامنا مريضه بمرض السرطان والوليد يعني المرحوم سعيد هو اللي كان مقابل هذه الميمه هذه بالدواء ديالها بكل شيء ليها داك الشيء كامل اللي خصها الله يرضي عليه بعد على الاقل مشى مرضي مشى محمي الله يرضي عليك مرضتش تغلط نعم والله العظيم الا كندوي يعني انا كندوي كنحس يعني الداخل ديالي لا تقبر قدامنا شابه كذلك زوجة وام اللي بقات هي قدامنا كنشوفوها الان كطالب بتفعيل القانون وبياخذوا لها حق وليداتها وحقها وحق راجلها اللي ضاعت فيه غادي نبقاو مع احد الجيران اللي بغى يعطي الشهاده ديالو في الصديق ديالو المقرب خذ اخويا الميكرو نعم خويا سعيد كان خونا بحال خويا ومشى داك الصباح يخدم ايوا معاك 12 داس الحادثه ضربوا مول الموتر قتلو ايوا دابا كطالب المراه بالحق ديالها والحق ديال ولادها وما تضيعش هادشي اللي كتواني علاش دخلوا للحبس وخرج ما خصهمش يديروا بحال هاد السويته تيعرفوا بعدا يعوضوا لها بعدا التعويضات ديالها وعاد ديك الساعه يشوفوا الحل ديال تاخذ المسطره القانون المسطره القانون وهذا الشيء اللي كنقول انا ما يضيعوش الولاد وما يضيعوش كل شيء كان مزيان كل شيء الناس كيهضر معاه فيه مزيان وهو بحال خويا كيجي عندي للدار وكنجي عنده بحال خويا ايوا هادشي كتب علي الله جرعوني انا كنطالب انا بالحق ديال المراه وديال الولاد ما خصهمش يضيعوا وبالحق ديال المراه وديال الوليدات ديالها ما يضيعوش
هادشي اللي كنقول. شكرا لك خويا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا على وعلى المباشر من هنا من أبوري، كنا مع الاسره المكلومه، الاسره اللي باقى الان يعني باقي الجرح يعني كما كنقولوا لا ميم با يعني ماشي حتى اسبوع الان باش توفى الابن والزوج والاخ فرحمة الله عليه. كما قالت يعني الاخت ديالو ولا الزوجه ديالو فتا التريبورتور اللي ضربوا ف يعني تا لاسيرونس كما قالوا يعني تا التامين ما عندوش، فكنتمناو انه يتم تطبيق القانون وتم يعني ويتم تطبيق المسطره في هذا الباب هذا ويتعطى يعني وكل واحد ياخذ لكل ذي حق حقه في انتظار الافضل والاجمل وفي انتظار ان الرساله ديال هاد الناس هادو وكما قلتها في الاول انه نشوفوها بعين يعني اجتماعيه نظره يعني تكون يعني في الجانب الاجتماعي ديال هاد العائله اللي كت يعني المعيل ديالها الوحيد من بعد الله سبحانه وتعالى فكان السبب هو سعيد فسعيد خدا الله ولكن ربي الحمد لله ما غاديش يضيعكم حتى نتوما لالا ربي الحمد لله رزقه كل دابه على الارض الا على الله رزقها فهذه صدق الله العظيم فهذه ايه قرانيه وهذا دستور رباني فربي الحمد لله ما غاديش يخليكم ولكن كذلك الحمد لله الثقه ديالنا في المؤسسات ديالنا ولا في النزاهه ديال القضاء ديالنا ما يمكنش اننا نناقشوها لانه الحمد لله باقي غادي نشوفوا غنسمعوا مستجدات ان شاء الله ونتمناو انه يعني هاد الناس يعني هذوك الناس اللي جاوا عندك الاب ديال داك السيد يعني كان ممكن انه يجي يتواصل معاكم كان ممكن انه يجيو يعني يقلبوا على الحل وديا لانه هذا تا هو ولد المدينه ويعني مع بعضياتكم ولكن لله في خلقه شؤون. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي ما بقى لي الا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم منير من أبو ريح الى اللقاء.